ليكي جدا، اتمنى اشوفك تاني. نورتي المحل. شكرا ليكي. الحمد لله يا ربي، المحل مليان ناس النهارده. المحل ده كبير جدا، اكيد مليان فلوس. انا هروح دلوقتي واسرق الفلوس كلها اللي في الكاشير. وكمان الست مش واقفه عند الكاشير، مش هتاخد بالها مني. مش واقفه، انا هاخد كل الفلوس ومفيش حد هيشوفني خالص، واكيد الكاشير مليان فلوس، دي فرصتي. لو سمحت. ايوه. عايزه ايه؟ انت حضرتك شغال هنا؟ ايوه طبعا شغال هنا، امال ايه يعني؟ امال واخد الفلوس كده يعني حرام يعني مثلا؟ ايه ده، الراجل ده غريب قوي، انا لازم اقول للست صاحبه المحل. لو سمحتي. ثواني يا حبيبتي، انا مش فاضي. لا ضروري، في حد كان واقف هنا وخد الفلوس، انا بيتهيالي انه حرامي ولا بيشتغل هنا. ايه ده، لا مفيش حد بيشتغل هنا. يا نهار ابيض، ده الفلوس اتسرقت فعلا. بوليس بوليس ساعدوني. ايوه في حد بيندهلي، انا جايه اهو. لو سمحت، انا كنت واقفه مشغوله شويه، فجاه لقيت البنت دي بتقولي ان في حد خد الفلوس وهرب. مش عارفه يا ربي اعمل ايه. انت متاكده يا حبيبتي ان انت شفتيه؟ ايوه والله شفت واحد خد الفلوس. ما تقلقوش، انا هلاقيه. يا ترى هو مثلا فوق هنا او مثلا تحت او هناك كده؟ ايه ده، ايه اللي هناك ده؟ ده تمثال؟ لا ده مش تمثال. ايه ده، هو ده الحرامي، هو ده، امسكوه. دي كانت قصتنا النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. طبعا الحرامي اتمسك ودخل السجن، وانتوا عارفين طبعا ان السرقة حرام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. شكرا ليكم جدا، وياريت تسيبولي رأيكم في الكومنتات، دي حاجة بتفرحني جدا. ياريت كمان تسيبوا لايك على الفيديو. شكرا ليكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.